ترديه وقلق وترقب وضيق. كنا مستقبل اخبار ابراج الكهرباء اللي بيتم اتلافها وتفجيرها وقطعها بضيق متعدد الاسباب. اولا فكره التخريب، ثانيا فكره العطله، ثالثا فكره عدم الخوف على الوطن. كام برج وقعوا؟ البرج الواحد بيتكلف اعاده بنائه يعني من مليون لمليون ونص، مش دي القضيه. انما الخسائر لما البرج ده بيقع هو امدادات الكهرباء لقطاعات كبيره جدا من البشر. الحاجه الثالثه هو الاصرار على الخلط ما بين موقف سياسي ايا كان وما يسمى بخيانه الوطن، خيانه اموال الناس، خيانه حياتهم ومعيشتهم. الحارس كان قاعد جنب برج الكهرباء اللي لسه مبني لانه اتقطع من كام يوم. وزاره الكهرباء بنيته من جديد والحراس قاعدين تحتيه مستنيين يمين شمال عشان يحموه. بعد الفجر بحاجه بسيطه جاله تليفون قالوا له الحق احنا بنجري ورا الناس اللي قطعت البرج وهتقطع برج تاني. ابراج الضغط العالي للكهرباء بتخدم كل بيت في مصر. في الفتره الاخيره اصبحت الابراج دي مستهدفه من انصار جماعه الاخوان، محاولات للتخريب والترويع والاتلاف وايذاء الناس والوطن. في اغلب الاحيان بيستهدفوا الابراج الموجوده في المناطق النائيه والبعيده عن العمران، زي اللي حصل في ابراج الكريمات. يا محمد يا رجل، في فلاح تحت العمود هنا في الشداد اهوت لابس جلابيه ومعاه عمه بيضة. احنا جايين. احد الحراس عرف من الاهالي ان في مجموعه اتلفت برج قريب وفي طريقها للهروب، وكان قراره واضح، هيجيبهم هيجيبهم. وبعد مطارده طويله في الصحراء نجحوا في الإمساك بأحد الجناة. وصوروه بالموبايل. الحراس والأهالي سلموا المتهم لجهات التحقيق. ووزارة الكهرباء تبتدي تصلح ما انكسر. معانا الحارس الشهم عبد الفتاح الفارسي. وكمان أخوه ياسر الفاس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضلوا. أنتوا جايين من الصف ها؟ إن شاء الله. ألف حمد لله على السلامة. الله يبارك فيك. شيخ عبد الفتاح الفارسي من عرب الفوارس. عرب الفوارس. فوارس. قبيلة العيايدة. قبيلة العيايدة من الصف. اولا كلنا بنحييك وبنحيي اللي كانوا معاك. الله يبارك فيك. للموقف والخطوه والتفكير، بس احكي لي ايه اللي حصل بالظبط. يعني اللي حصل اتصلوا عليا الناس اللي شغاله، انا بيني وبينهم حوالي من 2 كيلو ونص. فدورنا عربيتنا والحمام. لا انتوا كنتوا قاعدين عند البرج. عند برج كان مقطوع قبل كده ناحيه الشارع الاقليمي. كانوا قاطعينه قبل كده. فما اتصل علي الناس اللي شغاله معايا قالوا الحقنا في برج وقعوا فيه 6 جريوا في الزيتون، واحد جري على الشارع الاقليمي. قابلته انا بعربيتي كده لحقته، يعني ما خدتش اكتر من دقيقتين ونص كنت معاه. ما لحقناه فضلنا نجري وراه لحد ما تعبناه. احنا عايزين نمسكوه صاحي، ما نقبطوش بعربيه يموت بتاع، احنا عاوزين اللي وراه مش عاوزينه هو. يجيب اللي وراه. فربنا اكرمنا النهار طلع وزنقنا عليه بالعربيات. فضلتوا قد ايه في المطارده دي كده؟ في المطارده دي حوالي من 3 ساعة وهو بيجري، بقى من العربيه 20 15. احنا عاوزين نتعب ونهلك. يعني هو صحته حلوه شويه. صحته سليمه. صحته حلوه. سليمه. كل ده انتم تعرفيش هو مين ولا كنيته ايه ولا ايه؟ والله ما نعرف عنه حاجه، اول مره نشوفه. فالمهم لما وقع كتفناه وحطيناه في العربيه وجبناه عند البرج.
وفي عربية معطلة. عربيتهم هم معطلة. اه. غرزت منهم. امال ازاي بتقول انا من ازاي بتقول من مرسى مطروح؟ مولود مرسى مطروح، مواليد مرسى مطروح. يا رجل انت رجل كذاب وكل شيء. والله العظيم مواليد مرسى مطروح. يا رجل كل حين براي، كل حين يقول لك خرافة. اول شيء قلنا عرفت ما شو قلتي، صح؟ اه اول حين بيقول هذه ما في العربية. طيب. مالك الدين. صباح الفضل. وقفت غرطة. عربيتهم معطلة غرزة، يعني سبب هو دول جريوا ما شافوا المستكلات والعربيات ما لحقوش. انت اللي قاعد ولا اللي واقف في حاجة؟ انا اللي قاعد. انا اللي قاعد. هو ده المتهم. هو ده ناظر مدرسة. ناظر مدرسة. ناظر مدرسة. واللي معاه كلهم في جامعة الازهر. جابوا الداخلية جابت. المهم انت منين؟ قال انا من مرسى مطروح. بنقول له انت ليه يعني ايه اللي بيخليك تعمل كده؟ ده خراب. ده اللي انت بتعمله ده خراب. قال ساعة ما بعمل كده وفعلا قدام رئيس النيابة صلى ركعتين قال احنا بنوقع العمود وبنكبر. بقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نفسيتي بترتاح. ونفسيتي بترتاح. يعني هو لما بيقع عمود الكهرباء بيكبر ويهلل. فالكلام ده صاروا قدام رئيس النيابة. وصلى ركعتين وقال لنا السيد الدكتور محمد مرسي جاي راجع لكم. وانتوا عرب شفتوا سنة مع الدكتور ما شفتاش الكلام ده. وانتوا لسه متحفظين عليه مسافه لسه ما جاتش قوات الامن. القوات الداخليه ما جاتش. يعني هو بيحاول يقول لكم ان انتوا قريبين منه اكتر. وعرض علينا مبلغ مالي. طبعا احنا ملناش يعني لو هدينا ملقرون عشان ابيع تراب بلدي ما ينفعش. قال انا مدرس. قلت ما انت راي العلامه بتعلم من سنه اولى لحد الجامعه، انت ليه بتسوي كده يعني وليه بتعمل كده؟ قال زي ما كان ما بيعملوا مع السيد الدكتور احنا بنعمل. الكهرباء بتقطع يعني. والله والله ما في كلمه مغيره من اللي بقوله لك. قال لك الكلام ده بالنص. طب ليه يعني؟ قال احنا كده بناخد حقنا والدكتور ان شاء الله طالع راجع. قلت له طب ماشي. هو حاول يستملكوا ان هو يقول لكم ده انت احنا انتوا العرب انت احنا في خندق واحد. وقال لي وجاي انا في كلام قالوا له مش عاوز يعني يسيروا قدام كلام كتير يعني. من نوعيه ايه؟ من نوعيه يعني يشترينا بالفلوس. وقال يجيب لكم واحد يعدل لكم يعني المبلغ الثاني تعرفوه عنده وبتاع واحنا واحد. قلت له يا رايل احنا الخراب مش واحد، احنا في العمار معاك لكن خراب لا. ليه اللي انت بتعمل ده؟ بقول له رايل افرض امك بتعمل عمليه في العنايه المركزه والكهرباء دي قطعت. قال لي والله ربنا. واحد يعني ما يعني هنقول ايه تاني؟ مغير. طيب ده غسيل مخ للناس. طيب دي. انا لما قريت عن الحادثه يقول لك ايه والم كاتم للصوت، فقلت يمكن دي تبقى مبالغات صحفيه. لا يعني والله لحد انت ما وريتني صوره انت صورته معاه. والله والله صادق طلعتها من جيبه ولقيتها فيها المليان. حتى ضربناه مالوش صوت. ضربته كده في التراب عفر مالي صوت كباس. دي بتاع اغتيالات. هي دي زي قد القلم. وشوف الطلقات بتاعتها وفي طلقه فاضيه انا حاططها في العلبه. كانت جواه. كانت جواه. انتوا بتفتشوه. فتشناها ولقينا معاه حوالي من 800 جنيه حطيناهم له في جيبته. و20 طلقه و25 طلقه. وحوالي 7-8 طلقات. وانتوا عرفتوا يعني لقيتوا العلبه اللي فيها القلم دي. اللي فيها القلم دي في السياله مطلعها من جيبته. احنا ما يعني سالته ولا فهمت؟ قال دي مش بتاعتي. طبعا مش بتاعتي. انا بصيت في الطلقه عرفتها طلقه بتاع موريس. بتاعت ايه؟ سلاح اسمه موريس. موريس بيدرب اللي اختلوا بيه جون كينيدي. الطلقه اسمه موريس. ايه ده انت عملت بحث عن ال لا هو اللي معايا دي. طيب وقلم هو قلم. معلومه يعني. قلم
زي الليزر كده لقيناه في علبه حمراء قطيفه والظروف حواليه. يعني لو عدى على كمين ما حدش يعرفه؟ ما يعرفوش. حتى لو قاعد مع اثنين ثلاثه يذبحهم ولا ما حدش يحس بيه؟ ما يحسش بيه، ما بتعملش صوت خالص ولا ليها رد فعل. انت جربتها؟ جربتها، ضربت طلقه في التراب ما لهاش صوت. حاج عبد الفتاح، طبعا مش بس ان الواحد يعمل شغله بامانه وبشرف، انما في حاجات بتتخطى الشغل، فالتحيه والاحترام يعني ما يعني واجب. مقدمين واجبين له. بس احنا تعودنا يا حاج عبد الفتاح ان احنا لما نيجي نسال برضو نسال من كل الزوايا. اتفضل. هو لحد دلوقتي متهم، فالمتهم ده هيقول ايه؟ والله ده انا كنت بتمشى في المكان وهم راحوا مسكوني وخلاص. ده جبل مفيش حد بيمشي فيه، صحراء جامده. وفي المكان ده ضربين حوالي 3 عواميد قبل كده، 3 و2 5 6 عواميد في المكان ده، عشان مجهور. هو مفكر المكان ده ما فيش ناس، بس يعني هو إيه؟ المكان ده كل شويه يجوا يوقعوا في عمود. حد فاحنا في الحاله دي ما اتحركناش بقى لنا فتره. في الحاله دي قبل العيد بخمس ايام ما نزلناش، اكل وشرب وطبخ في الجبل لحد ربنا كرمنا. يعني ربنا ما بيضيعش شجع حد. الحمد لله. الحمد لله يعني. والسيد الوزير شكرنا، الراجل السيد الوزير شكرنا في المكتب وكرمنا معنوي ومادي وكل شيء. ده انت حاجه اللي في النص. انا وابني والاستاذ ياسر اخويا. كلكم من عيله واحده من الفوارس. الفوارس. بس من قبل من عرب العيايده. ده التكريم المعنوي. معنوي ومادي. المادي بقى شيء. إيه؟ لا احكي لي شويه عن المادي. والله ما يعني هم يعني طلع مكافاه الغفر اللي معايا. الغفر اللي معايا صراحه مكافاه يعني. وانا مش عاوز انا، بس كفايه ان ايه ان الواحد يعني عملنا حاجه للبلد. حاجه للبلد بس. لا قول لي بس يا ياسر، قول لي بالامانه، انتوا ايه اكتر حاجه كانت مضايقاكوا انه الابراج دي بيتم الاعتداء عليها او تخريبها وهي مسؤوليتكم، ولا ان هو في الاصل العموم انه حد يفجر او يقطع برج الطيران؟ متضايقين ان ده بيضرب في العظم في اقتصاد البلد. ده انا ابني بياكل، واللي بياخد معاشات بياكل، والمستشفيات بتاكل، كله بياكل من الكهرباء. هم بيقطعوها ازاي حاجة؟ اول ما بداوا معانا اسطوانات غاز كده، اسطوانات بتاع الانابيب. فربنا كرمنا والانابيب دي علقت العمدان ما وقعتش مره. بعد كده راحوا مفجرين جايبين ايه، احنا ما نعرفش، قالوا مره ريلزر ومره، لكن لما مسكنا الدور ده معاهم المنشار عرفناهم بيقطعوهم بمناشير. يعني انتوا اللي بتشوفوه بنشروهم بمنشار؟ احنا مسكناهم بمناشيرهم بعدتهم بقالت نبيب، حتى طبنجه بسلطاتهم ببابا غنوجهم طبنجه الاغتيالات عطناها للدفريه. قلت لي يا حاج واحنا قبل التسجيل ان انتوا كنتوا خايفين وانتوا بتطردوهم؟ لا، خوف ما بنخافش ولا بنهيب الموت. لا 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 لا، انت كنت بتقول احنا خايفين لا يموتوا. لا يعني لا يحصل، خايفين لا يموت هو. احنا خايفين عليه هو لا يموت. دي سبحه، احنا عاوزين السبحه، وفعلا السبحه اتفرضت. ده مل اكتر من ده جابوا ده هو كده جايب اكتر من 25 اسم معايا. السبحة اتفرطت. يعني الشرطه شغاله معايا، بيجيب بقى، والداخليه شغاله معايا. احنا ما نعرفش ايه شغل الداخليه. احنا ما نعرفش ايه، بس السبحه فرطت للداخليه. واهالي الصف بقى صيطوكوا. لا 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 لا، والله الناس كلها، قابلت العمارين انا اشكرها، معانا كذا قبيله، كذا قبيله معانا في الشغل. قابلت العمارين والحوطات والمعازه والمساعيد، انا بشكرهم. كل الناس بتقف معانا، بشكرهم من اعماق قلبي. واحنا من اعماق قلبنا بنشكركم شكر جزيلا. احنا اللي بنشكركم باعزاز واكبار واحترام. ده الواجب على اي واحد مصري يعمل اكتر. احنا شغالين بالاجره عند في شركه الكهرباء. اي واحد مصري حقته يعمل اكتر من اللي احنا عملناه ده. كل التحيه والاكبار لقبيلتكم، كل القبائل اللي سالوا، كل القبائل العربيه في مصر. شكرا جزيلا. الف
شكرا جزيلا، شرفتونا. الف شكرا. بيعيط ومامته بتكلمني، ضيعت مستقبل ابني وعملته مش عارف ايه وبتاع، حصل ايه؟ جاله جواب استدعاء من امن الدوله. حياتهم لا تعرف المستحيل في الهزار. اصلا ما كناش متخيلين الفيلم هينتشر لدرجه ان هو يوصل لحد في امن الدوله. ملف بجد مجلد لكل واحد، وانا مش متخيل اصلا ان حياتي فيها كل ده. تعرف مين مستني نتيجه التحقيق معاك؟ احنا سارقينه من اسماعيل ياسين في متحف الشمس. كل واحد عمل لنفسه ان هو اكتشف الذره. انت قلقان كده ليه يا شيخ؟ مش قلقان والله، قاعد والله العظيم قاعد كده متربص يعني. لا والله العظيم في قهوه. قلت لهم ده امين شرطه من امن الدوله، فقاموا شاتمني بس اتشديتوا بقى. احنا سطحيين جدا يعني. احد احد يا عم. هقوم الحرب العالميه الثالثه. هو المحقق مش متخيل مستوى التفاهم. بقينا نشيل بطاريات الموبايل عشان نتكلم عادي في العربيه براحتنا. انتوا مخابرات بقى.